مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من المواقع المحلية: تجارة المصدر الأول لتمويل موازنة الحوثي العسكرية. وفي صحافة العربية: 700 عائلة إسرائيلية تسوق القات في أنحاء العالم. ومن أخبارنا المنوعة: أشرطة الكاسيت تنبعث من جديد في فرنسا. قدم القطاع الخاص اليمني مبادرات عدة طالب فيها الأطراف المتصارعة في البلاد بتحييد جميع الأنشطة الاقتصادية عن الحرب والصراعات من خلال التوصل إلى تسوية اقتصادية، لكن مؤشرات الواقع تؤكد أن غالبية خدماته المادية والسلعية لصالح الحوثيين. وعنون موقع نيوز يمن: التجارة المصدر الأول لتمويل موازنة الحوثي العسكرية. ويؤكد اقتصادي لنيوز يمن أن الحرب القائمة ولدت تجارة النفوذ، وتحالفت نخبة من التجار ورجال الأعمال مع ميليشيا الحوثي لحماية مصالحها التجارية، وتعمل وفقا لأولوياتها وتوجيهاتها، وتدفع لها مبالغ مالية لتمويل موازناتها العسكرية. ويقول خبير اقتصادي إن القطاع التجاري في اليمن تعرض لشتى أنواع الابتزاز في مناطق السيطرة الحوثي من خلال دفع الضرائب المضاعفة وسداد الضرائب القديمة ودفع الجبايات وأتاوات المجهود الحربي. وحقق الحوثيون إيرادات ضريبية تجاوزت 4.5 مليار ريال خلال العام الماضي 2018. وتعمل غالبية البيوت التجارية والصناعية مع سيطرة الحوثي، ولا تقدم أي التزامات للمناطق المحررة، ولا تزال كل أموالها تدفع مركزيا للحوثي. قمة عربية جديدة قديمة تحت هذا العنوان، كتب سامح راشد مقاله في صحيفة العربي الجديد، مضيفا في أجزاء من المقال: لم تختلف قمة تونس عن سابقاتها من القمم العربية، فقد تبنت الخطاب نفسه الذي يصاحب كل قمة: وعود للشعوب ووعيد للخصوم ورفع لسقف التوقعات من دون آليات أو خطط تنفيذية قابلة للتطبيق. وإن كان هذا حال القمم العربية عموما، فإن بعض القمم امتازت عن غيرها بصعوبة وتعقيد الظروف المحيطة بها، خصوصا إن كانت القمة مسبوقة بتحد أو أزمة، كما هو الحال في قمة تونس، حيث أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً تنفيذياً يقر بالسيادة الإسرائيلية على جولان قبل انعقاد القمة بأيام قليلة. وفضلاً عن الإهانة المتعمدة في إقدام ترامب على هذه الخطوة قبل القمة، تتجاوز أهمية الملفات المطروحة على القمة هذا العام كل القمم السابقة، إذ وصلت التحديات الماثلة أمام الأمة العربية إلى مستوى التهديد المباشر لبقاء الدول والشعوب، إلا أن طبيعة استجابة القمة العربية في تونس وحدودها لم تختلف عن القمم السابقة، إنها المعضلة نفسها التي واجهت القمم العربية نصف قرن: الفجوة بين القرارات المكتوبة والسياسات المطبقة لاحقاً بعد القمة. لكن السنوات الأخيرة شهدت تفاقماً للضعف العربي في شتى الاتجاهات، انعكس بالتبعية على جامعة الدول العربية، فلم تعد أزمتها قاصرة على عدم تنفيذ قرارات قوية، بل أيضاً في ضعف القرارات نفسها، فأصبحت مشكلة الجامعة عدم الاستجابة للتحديات بالشكل المطلوب، ولو نظرياً من خلال القرارات والبيانات التي تصدر عن الجامعة، سواء المجلس الوزاري أو اجتماعات القمة. تفاجأ الأهالي في مديرية النادرة شرق محافظة إب بهجوم بمختلف الأسلحة استهدف عدداً من القرى والمناطق في مخلاف العود، وتسببت بحالة كبيرة من النزوح للمواطنين من مناطقهم وقراهم. ووفقاً لموقع الصحوة نت، ميليشيا الحوثي تشن قصفاً عشوائياً على مناطق العود بالنادرة وموجة نزوح كبيرة. وبحسب مصادر، فقد توزعت قذائف الحوثيين بين منطقة جبلة تسمى السدة قريبة من منبع مياه شرب، وبين منطقة كحلان، وتسببت بحالة من الرعب والخوف في أوساط المواطنين. وتسببت عملية القصف العشوائي بحركة نزوح كبيرة لعشرات الأسر من مناطق العود بين محافظتي إب والضالع منذ مطلع الأسبوع الماضي.
أطقم محملة بمختلف أنواع الأسلحة تصل إلى قرية بني شريف بمديرية عبس محافظة حجة، وبعد أن انتشر المسلحون في مختلف أنحاء القرية اتضح أنهم يريدون اعتقال مواطن فأجأهم بالخروج إليهم مستغربا من الحشد الكبير الذي استهدفه. وعنون موقع سبتمبر نت: حجة، الميليشيا تداهم منازل المواطنين وتختطف مواطنا من إحدى قرى عبس. وقالت مصادر محلية لسبتمبر نت إن عناصر ميليشيا الحوثي انتهكت حرمات المنازل وتسببت في ترويع النساء والأطفال، واختطفت المواطن علي عبدو هيجان من القرية واقتادته إلى جهة مجهولة. قمة تونس ومسؤولية العواصم تحت هذا العنوان، كتب غسان شربل مقاله في صحيفة الشرق الأوسط مضيفا: كشفت الانهيارات والتمزقات والولائم الدموية افتقار العالم العربي في كثير من أنحائه إلى المؤسسات التي يمكن أن تضمن وتراقب وتحمي وأن تشكل صمامات أمان. وبناء هذه المؤسسات هو الذي يقي الدولة من البقاء خيمة مهددة باختراق من الخارج أو حرب أهلية من الداخل. هذا هو التحدي الأول المطروح على كل بلد عربي، بناء دولة عصرية ومؤسسات حقيقية قادرة على إشراك الناس في خطط التنمية لتوفير فرص العمل وتحديث التعليم وترسيخ السلم الأهلي والارتباط بالعصر السريع المتحول. ويوم تقطع الدول العربية شوطاً معقولاً على هذا الطريق ستكون القمة مختلفة وثقلها الإقليمي والدولي مختلفاً. والتحدي الثاني هو التحدي الإقليمي، يكفي الالتفات إلى الخرائط. القوى الإقليمية تبحث عن أمنها وأدوارها وتمارس حروبها على الأرض العربية وحدها. في الجزء العربي وحده سقطت حصانة الحدود الدولية على يد داعش، وشهدنا أشكالاً وألواناً من الميليشيات الجوالة والجيوش الصغيرة المتحركة بإرادات غير عربية. النموذج السوري صارخ في هذا المجال. إيران ترسخ بنيتها العسكرية على التراب السوري، وإسرائيل تستهدف هذه البنية على الأرض السورية. ولم يستطع العالم العربي أن يكون لاعباً أسوة بالآخرين، وتحول جزء منه ملعباً لهم. واستمرار هذا الواقع ينذر بتغيير معادلات وهويات. التحدي الثالث هو الوضع الدولي الغامض والصعب، والذي يبدو في مرحلة ضبابية وانتقالية دفعت سياسيين ومحللين إلى القول إن النظام الدولي الذي أولد من رحم الحرب العالمية الثانية آخذ في التفكك، وإنما نشهده هو صعوبات ولادة بديل لا بد من أن يتأخر في التبلور. يرجح مراقبون أن الشرعية في اليمن تريد أن تستبق الانتخابات الحوثية التكميلية المزمعة في 13 من إبريل لملء مقاعد النواب المتوفين في مناطق سيطرة الحوثيين، أملاً في انتزاع الأغلبية من الشرعية التي يؤيدها 134 نائباً، وذلك وفقاً لتقرير صحيفة الشرق الأوسط بعنوان: الشرعية تتجه إلى عقد البرلمان قبل انتخابات الحوثيين التكميلية. وأفاد عدد من النواب اليمنيين للشرق الأوسط بأنهم تلقوا رسالة نائب رئيس البرلمان محمد علي الشدادي التي طلب فيها من الأعضاء تحديد أماكنهم ليتم نقلهم إلى مكان انعقاد الجلسة الأولى المقررة. غير أن مصادر نيابية أكدت للشرق الأوسط عدم اكتمال الترتيبات حتى الآن، خصوصا مع عودة عدد من النواب من الرياض إلى عواصم مختلفة حيث يقيمون فيها. وكان الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي قد أمر بنقل البرلمان إلى عدن واستئناف جلساته بعد التحاق أغلبية النواب بالشرعية وعددهم 134 عضوا من بين 276 نائبا. وفي الموضوع ذاته، كشفت مصادر حكومية في اليمن عن دعوة وجهها نائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي كما جاء في العربي الجديد. عقد جلسة هي الأولى من نوعها منذ سنوات في مقابل تحضيرات تجريها جماعة الحوثي لإجراء انتخابات بالمقاعد البرلمانية الشاغرة. وتظهر الرسالة التي وجهها الشدادي إلى أعضاء المجلس المتواجدين خارج البلاد مطالبته لهم الحضور إلى العاصمة السعودية الرياض في موعد أقصى 31 مارس تمهيدا لانتقالهم للمكان المحدد لانعقاد الجلسة في الأسبوع الأول من إبريل والذي لم يفصح عنه بعد. وتعد الجلسة إذا ما انعقدت بالفعل الأولى من نوعها، حيث تعثرت في فترات سابقة جهود حثيثة للشرعية لعقد جلسة يحضرها أعضاء البرلمان الموالين للحكومة في ظل انعقاد جلسات برلمانية في صنعاء للأعضاء الخاضعين لسيطرة الحوثيين.
مصادر برلمانية كشفت للعربي الجديد عن أن النصاب القانوني اللازم لعقد جلسة لمجلس النواب بنصف الأعضاء متوفر منذ شهور، إلا أن عوائق متعددة وقفت أمام انعقاد البرلمان الفترة الماضية. وجاءت الدعوة في الوقت الذي تحضر فيه ميليشيا الحوثي لإجراء انتخابات للمقاعد الشاغرة في مجلس النواب في محاولة لتغطية الفراغ الذي تركه خروج مزيد من الأعضاء، لكن الحكومة أعلنت عدم اعترافها بقرارة الحوثيين الدعوة لانتخابات تكميلية لمجلس النواب. مقال مهم عن الهوية كتبه ثلاثة من الباحثين في علوم الاجتماع جون سايدز، مايكل تسيسلر ولين مافريلك، وجاء في المقال الذي أعادت الغد نشره. ظهرت سياسات الهوية أول الأمر في النصف الثاني من القرن العشرين، وفي الحقيقة كان الأمريكيون منخرطين في سياسات الهوية منذ تأسيس الجمهورية. وإذا كانت سياسات الهوية قد غذت النضال من أجل الحقوق المدنية للأمريكيين الأفارقة، فكذلك فعلت أيضاً مع النضال من أجل تأسيس التفوقية وضمانها على يد أنصار العبودية وجيم كرو. وبعبارات أخرى، لا تكمن سياسات الهوية خلف جهود المجموعات المهمشة لكسب الاعتراف فحسب، إنها تدفع أيضاً جهود المجموعات المهيمنة لتهميش الآخرين. يعتقد فوكوياما بأن سياسات الهوية قطعت شوطاً أبعد من اللازم عندما شرعت مجموعات من الأمريكيين الأفارقة في التأكيد على هوية منفصلة والمطالبة بالاحترام لأعضائها باعتبارها مختلفة عن المجتمع السائد. وإذا وضعنا جانباً مدى دقة هذه العبارة في تشخص هدف مثل هذه المجموعات بالشكل الصحيح، فإن من المهم الاعتراف أيضاً بأن سياسات الهوية عرفت أيضاً من يكون أو لا يكون جزءاً من المجتمع المهيمن في المقام الأول. في رأي فوكوياما، كانت السياسات الأمريكية تتمتع بصحة أفضل عندما تنظم الأمريكيون وخاصة أولئك في اليسار حول المخاوف الاقتصادية التي تسامت على الفئات العرقية. وكتب في الحقب السابقة، استدعى التقدميون الخبرة المشتركة من التعرض للاستغلال والشعور بالسخط من الرأسماليين الأغنياء. ولكن لم تكن هناك أي حقبة في التاريخ الأمريكي شهدت انفصالاً واضحاً للاقتصاد عن الهوية. وعلى سبيل المثال، كما وثق العالم السياسي آيرا كاتس نيلسون، فإن برامج الرفاه الاجتماعي في حقبة الصفقة الجديدة كانت مستندة إلى التمييز العنصري. فقد اعتمد الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت على دعم أنصار الفصل العنصري والذي كسبه عن طريق السماح للولايات الجنوبية بالحيلولة دون تمتع السود بمنافع الصفقة الجديدة. موقع شبكة البي بي سي نقل عن محقق اتهم السعودية بالتجسس على جيف بيزوس رئيس شركة أمازون واختراق هاتفه والاطلاع على بياناته. واستخدم بيزوس المحقق جافين دي بيكر لمعرفة كيف تسربت رسائله الخاصة إلى صحيفة ناشونال إنكوايرر الشعبية الأمريكية. وربط المحقق الأمر بمعالجة صحيفة واشنطن بوست التي يملكها بيزوس لقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ولم تعلق السعودية على الإدعاء. وفي موقع ذا ديلي بيست كتب المحقق، توصل محققون وخبراء عديدون إلى أن السعوديين اخترقوا هاتف بيزوس ووصلوا إلى معلومات شخصية. وجاءت اكتشافات دي بيكر بعد أن اتهم بيزوس في فبراير الماضي شركة أمريكان ميديا المالكة لصحيفة ناشونال إنكوايرر بالابتزاز، قائلا إن الصحيفة هددت بنشر صور حميمة له ما لم يصرح به بأن تقاريرها لا تحمل دوافع سياسية. وأضاف دي بيكر، سيدهش بعض الأمريكيين حين يعلمون أن الحكومة السعودية كانت لديها نوايا بإيذاء جيف بيزوس منذ أكتوبر الماضي، حين بدأت واشنطن بوست تغطيتها المتصلبة لمقتل خاشقجي. يكشف عدد من الإسرائيليين الذين يعتقلون في مطارات العالم لحيازتهم أوراق القاتل محظورة في دول أوروبية كثيرة عن سعة ظاهرة تربية هذه النبتة اليمنية في إسرائيل بدوافع تجارية. وتعنون صحيفة القدس العربي، 700 عائلة إسرائيلية تسوق القات في أنحاء العالم. وتورد الصحيفة نموذجا لأحد العاملين في تجارة القات وتقول إن إيتي ملاحي 28 عاما رجل إسرائيلي يعرف نبتة القات منذ أن ولد، لأن عائلته تملك مزرعة للقات وتدير شركة قات أفيجدور لتسويق أوراق النبتة المخدرة التي جيء بها من اليمن للمنطقة المحيطة في مدينة رحوفوت.
ويوضح مدير الشركة أوفيك إيفيغدور أن الشركة باتت إمبراطورية اقتصادية نتيجة إقبال واسع من الإسرائيليين على اقتناء أوراق القات، لا سيما أنها بديل للمخدرات الخطيرة وتستخدم في عملية فطام المدمنين. وبالنسبة له فإن هذه الأوراق الخضراء هي أكثر من نبتة يمضغها يهود اليمن ممن جلبوها معهم من اليمن. وقال إن الكثير من الفنانين البارزين ولاعبي كرة القدم يتناولون القات إلى جانب اليهود المهاجرين من اليمن ممن كانوا يمضغونه خلال قراءتهم التوراة. وقالت الصحيفة إن عائلات إجرام إسرائيلية تستغل الطلب على القات من قبل شباب وطلاب ومشاهير، وحولت عملية مضغ أوراقها لتجارة تدر أرباحا كبيرة. وتنقل القدس عن باحثين وأطباء تحذيرهم من أن مضغ القات من شأنه أن يتسبب بإدمان وأمراض نفسية. شريط الكاسيت الذي كان يعتقد أنه أصبح من مخلفات الماضي شأنه في ذلك شأن أشرطة الفيديو VHS أو أكشاك الهاتف باتت تنتجه من جديد شركة في غرب فرنسا منذ تشرين الثاني نوفمبر وتصدره إلى حوالي 30 بلداً. وعنونت صحيفة الحياة اللندنية أشرطة الكاسيت تنبعث من جديد في فرنسا، وتنتج الشركة شهرياً آلاف من هذه الأشرطة الملونة بالبرتقالي والأحمر وتبيعها بسعر يبلغ نحو 3 يورو و49، فيما تصدر الأشرطة الصوتية لبيعها إلى أخصائيين في الصوتيات يسجلون الألبومات على الوسائط المختلفة لحساب استديوهات للإنتاج الموسيقي. وتصدر الشركة 95% من أشرطة الكاسيت التي تنتجها إلى بلدان مختلفة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وأيضا مالطا والسويد وأوزبكستان وكازاخستان. ويعزو المدير العام رونال غالو هذا الاهتمام المتجدد إلى الحاجة لامتلاك أشياء ملموسة في زمن يصبح فيه كل شيء غير محسوس ماديا. وهو يقول عندما تستمعون إلى سيبوتيفاي أو ديزر من النادر الاستماع إلى أغنية بأكملها يمكننا التغيير بسهولة. أما مع أشرطة الكاسيت لابد أن نسمع الأعمال الموسيقية والألبومات بالكامل. صحيفة الديلي تلغراف نشرت مجموعة صور لمختلف أحداث العالم، اخترنا لكم بعضا منها لعرضها عليكم في جولتنا اليوم. كما نعرض الأحداث من وجهة نظر أخرى ليست للمصورين ولكن لرسامي الكاريكاتير والذين عبروا بطريقتهم عن مختلف الأحداث. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتور نكون قد وصلنا إياكم إلى ختام هذه الحلقة. إلى اللقاء.